عنده إشكاليات كبيرة عندها مهيش من توا، نحكيه على إشكاليات عندها سنين بضبط حمزة. والقاصرين، جهة القاصرين بيان سور سي نوجه لهم تحية، باش تكون دون خبز نهار 1 فيفري هذا بعد أنه تقرر تنفيذ إضراب جهوي نهار 1 فيفري المقبل. أمير، علاش تتصور الإضراب هذا جاء توا؟ ما يغيب على طعام الخبز في 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 حيط التونسي معناها. والله مانيش عارف، انا كل مره تسمع حاجه، مش مره مش اثنين تقريبا، القطاع هذا عنده توا عوام، كل عام يزيد معناها تصعاب العمل فيه، تصعاب التعامل حتى مع تاع التوانسه مع المخابز، خاطر الخبز كل ثم توا صنيف نتاع مخابز، كل حد يبيع بسوم، وواحد يقول لك انا ناخذ في المدعم، والاخر مش ياخذ في المدعم، معناها تخلطت الافكار عند التونسي. وكل مره نسمعوا بال هاو ضراب او مقاطعه بالضبط. تو هاو القاصرين مثلا نهار 1 فيفري عندهم مشكله كبيره تسمى. اكزاكتومون، الو هذه اللي نحبوا يعني نستفسروه، بما انه فما بون الاخبار ماهيش مأكده، ولكن فما بعض الولايات اشاعات الدور اللي فما بعض الولايات او الجهات باش يعملوا يعني او ينسجوا على نفس المنوال. حمزه، والله انت تو جبت موضوع اكثر من مهم في حياه التونسي شخصيا. كي نجيو نشوفوا معناها عبر التاريخ زاده، راهو معناها التونسي ظهر انه معناها مسه في كل شيء كان في خبز، في خبزته والا في معناها المعيشه اللي نعبروا عليها بالخبزه نحن ديما. لكن تو معناها باش نحكيو على الخبزه في حد ذاتها، التونسي يكونسومي خبز ما عندكش فكره. أي بطريقه خويا، بطريقه رهيبه على الاخر. يشري في الصباح خبز، يشري في القايله خبز، يشري في الليل خبز. دونك لهنا معناها الحياه نتاعو مربوطه معناها بك معناها الكونتيتي اللي باش يشريها. صح. وعبر معناها التاريخ، معناها قبل كي نشوفوا حادثه الساعه قبل هذيك بكل، رينا في القروان صارت الحادثه هذيا. كان ذكروش شهرين تالي امير ولا شهر، في القروان صار اضراب نتاع المخابز وما خدمت حتى كوشه لهنا. صحيح صحيح. لهنا شو نقول؟ اسكو نسميها معناها هذه تتبع والا اللي جاي اعظم، ولا ما نعرفش انا باش نفتح قوس لهنا. تو زيد تفسر لنا انت نور، ولا يفسر لنا شكون معناها. اكيد باش نحكيو احنا على الموضوع بيان سور باكثر تفاصيل. كما قلنا يعني القطاع هذا يشكم العديد من المشاكل اللي هي كمول، ماهيش جايه من اليوم ولا من البارح. باش نعرفوا اكثر تفاصيل خاصه على اضراب القاصرين مقرر نهار 1 فيفري. هذاك علاش نحبوا نستقبلوا مع بعضنا عبر الهاتف السيد عبد الله الفريدي، رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بالقاصرين في تور دو تابل. تور دو تابل، مقير تور دو تابل. مرحبا بك سي عبد الله. مرحبا وشكرا على الاستضافة وشكرا على التوضيح. وصلتوا صوتنا ومشكورين برشا. الله يخليك. سي عبد الله، خلينا نحطوا الموضوع كما قلنا في اطاره. الوغ القاصرين نهار 1 فيفري من المقرر انه تصبح دون خبز. الوغ نتصوروا هالاضراب هذا جاء على خلفيه العديد والعديد من المشاكل، خلينا نتطرقوا لهم بالوحده بالوحده. هو شوفي، النقطه الاولى وهي الاساسيه واللي اصبحت للاسف الشديد عاده، احنا في كل اجتماعاتنا على مستوى وطني مع الغرفه الوطنيه، اخر اجتماع مع وزاره التجاره، الوزاره المعنيه بالامر معنا نحن، كانوا وعدونا بصرف جزء من مستحقاتنا في شهر جانفي اللي هو يتمثل بصرف شهرين والزياده نتاع الخدامه. احنا الى التاريخ اليوم لم يصرف لنا مليم، اللي هو نحن اصبح اليوم بهالتاريخ في شهر جانفي رجعنا نسالوا للدوله 13 شهر، 13 كنا ديما 14 شهر. المره اللي فاتت صبوا لنا شهرين، وعدونا تو في فيفري في جانفي باش يعطونا شهرين، الى حد اليوم ما صرفوش لنا حتى مليم، تو نسالوهم 13 شهر. راهو نحن بالحق، راهو انتم تكتفوا، راهو نحن عباره على موظفين عند الدوله، 13 شهر لم تصرف رواتبنا. الشيء اللي خلانا نوصل للحدود الجزء كبير باش من مخابزنا باش يفلس، وعلى حافه الافلاس من الديون المتراكمه، من التكلفه نتاع الخبزه، لانه نحن كما تشوفوا راهو المحروقات اللي زادت خمسه مرات، احنا رانا نخدموا بها في الخبز
فهمتي، نخدموا بالغاز ونخدموا بالمازوت ونخدموا بالماء ونخدموا بالضوء بالكهرباء، وهذه كل تعرفوا انت، بالاضافه للمواد الاوليه الاخرى كما الخميره كما الملح كما الزيت، زيت مفقود اصلا. أيه. نحن تو في جهه القصرين نجيبوا في زيت الجزائر، زيت المهرب من الجزائر هو اللي نخدموا به، كنا نخدموا كنا كل نهار نعملوا ايترتين زيت صح بالفين، تو نعملوا ايترتين زيت ب 12000، وهذه تكلفه زايده على كاهل الخباز. يعني حدت الزنقه. هذاك علاش نحن اليوم اجتمعنا على مستوى القصرين، اجتمعنا بمخابز القصرين الكل. لانه كنا ننتظر انه باش يصبوا لنا جزء من المستحقات على الاقل نخلصوا بها التزاماتنا، فاتورات ضوء وماء وكهرباء، بالاضافه لسنسيس تاع الخدامه اداءات. لو كان سي عبد الله يعني يتم يعني الوصول لاتفاقيه قبل نهار 1 فيفري، يعني يتم الغاء، فما بوسيبيليتي انه يتم التراجع في الاضراب؟ شوفي هو ثم التنسيق على مستوى وطني مع الغرفه الوطنيه، الغرفه الوطنيه على القريب باش تعيط لاجتماع عام لل 24 ولايه، بالاضافه كما كنت تحكي ثم بعض الولايات نفس الشيء عامله اليوم اجتماعات، ثم اللي عمل لمس، ثم اللي باش يعمل غدوه وبعد غدوه وباش يهبطوا بياناتهم كما هبطنا نحن بيانات، يبقى بعد على مستوى الغرفه الوطنيه، واذا كان عيطت لنا الوزاره في مفاوضات وحلت الاشكال، احنا مش نلوج على الاضراب كما كنتوا تحكوا، راهو ماده الخبز هي ماده اكيد ضروريه للمواطن التونسي وضروريه في عيشه اليومي. نحن ما نحبوش نمشوا للاضراب اكثر، ما نحبوش مسؤولين، ان شاء الله تتفضل المشكله قبل سي عبد الله. يعني من المشاكل قلنا يعني عدم خلاص المستحقات اللي هي بلغت 13 شهر، وايضا من الاشكاليات اللي يعني حسب ما عملنا هكا دورتنا لقينا زاد غياب المراقبه على اعداد من المخابز العشوائيه زاد. ايه العشوائيه، نحن المخابز اللي يسموها هما هي مخابز عشوائيه كي يعطيك صح، هم يسموها مخابز غير مصنفه. أيه. المخابز غير مصنفه تبيع في الخبز لان بتسعيره حره ولا مراقبه، لا تخلص سنسيس لاداءات بدون ترخيص تعتبر، ومع هذا راهي شوفي تاخذ في فرينه مدعمه من عند الدوله. صح صح دعمتها الدوله، وتتمتع كل مخبزه عشوائيه او غير مصنفه متعتها وزاره التجاره السلطه ب 10 طرانت شهريا، وهي ماده مدعمه كامله، ويبيعوا على كيفهم ويبيعوا بالتسعيره اللي يحبوا، ونحن نحرموا حتى الفارينه توصلنا بشكل متقطع، معظمنا يمنك نهار ونهارين في الشهر لانه ما توصلوش الفارينه في وقتها، الكوتان تاعتنا، وهذه مشكله كبيره برشا. واضح جدا سي عبد الله الفريدي رئيس الغرفه الجهويه للمخابز بالكسرين. الوغ كيما كنا نسمعوا في التوضيحات، الوغ هذوما هما غيالمون الاسباب، عدم خلاص وزاره التجاره المستحقات لاصحاب المخابز بريسك يعني 13 شهر، وايضا غياب مراقبه على اعداد من المخابز العشوائيه بريسك. يعني المشاكل هذه راهوها تتكرر في كل الولايات، يعني كيما قروين كيما جيبس كيما قصرين كما العديد من الولايات، هذه هي المشاكل اللي قاعدين يتعرضوا لها اصحاب المخابز اشك فوا. تو باللي في المشاكل الكل اللي سمعناهم كل مره ثم بوان كوما اللي هي شكو؟ الدوله الناس كلهم يصيروا الدوله. اللي يتكلموا يقول لك كيما توا قداش من شهر حمزه؟ 13 شهر. ايه معناها عام صحيح شهر. احنا ديجا حتى من خلال جوك على 93 يعني حتى المواضيع اللي نتطرقوا لها مالوغوزمون دائما اغلب الاشكاليات يعني ايه هو الطرف الاساسي يا اخي، ما عادش كنت تعمل العباد يا اخي مع الدوله ليه والادهى والامر كما قال لك ثم مخابز راهو كما قلت بكري ثم بدايه من نهار 18 راهو كل المخابز العصريه نقول واحده ما همش ياخذوا في المدعم ب 350 الباقيات عندهم راه. صح ايه وين ماشيين يعني اذا الدوله تغيب روحها لهنا مع هذوما اللي هما يبيعوا للمواطن في الخبز المدعم تاع 200 مليم الباقيت باش تخليهم معناها يمشيوا يتلز المواطن باش يمشي ياخذ باقيت 350
اي يعني قلت لك وين يحبوا يهزوها العباد ان شاء الله. الحقيقه القطاع هذا وعلى فكره لحظه برك اخر صار. معلوم راهو ظاهره غير صحيه الخبز في الماكله راهو انا ماذا بيا يقطعوا الخبز ريجيم طول الموضوع يز يكحوا ظاهره غير صحيه الخبز السمنه والهم والغم كلهم الخبز تقعد تعني فيهم بعد تاكل باقيات تحل فيها ان شاء الله هكا بخشوا بخشوا اللي يحب هكا ينقص من الخبز بخشوا ماهوش باغ اوبليغاسيون الخبز الزمني نتاعنا كيف خاطر تو تعرف لحظه بالله لحظه خليني انا انفعلت انفعلت المقرونه بالخبز الروز بالخبز الروز الروز بالخبز ياكلوا الدجاج بالخبز التونسي والخبز قصه كبيره بالحق راهي والله ظاهره غير صحي هي ظاهره غير صحي المواطن شفتهم هما توا هذوما يحسوك اللي هما معناها عاملين مزيع عليك باش يبيعوا لك الخبز وباش يا خويا صلي على النبي اقطع النزاع ما عادش ماخذين الخبز مشكور على قالكم الحل امير على بالك نور قوس تحل تونسي قداش يكونسومي خبز في العام الشخص الوحيد ياكل في العام 70 كيلو خبز وما تنسيش جاي رمضان جاي رمضان ولوحوا برشا خبز وخمسة رمضان عاده توا جاي ما نحكيلكمش على سبع انواع تاع خبز ست انواع وهذيك من عشنية شنيه وهذيك من عشنية شنيه هذيك بالقمح هذيك بالسميد وهذيك بالفرينه هذيك العائله تلقى عائله من خمسه من الناس كل واحد داخل بالخبز عنده عنده الشربه وعنده السلطه وعنده المكرونه وعنده حتى البريك يمشي طول البريك ياكل عديها بالخبز وتلقى البو داخل بخمسه والخو داخل بزوج والخارة داخل بثلاثة معناها في الاخر يتلموا 12 خبزة على الطاولة في أربعة من الناس صحيح يتلوحوا يتلوحوا صحيح ويتلوحوا مالوغوزمون يعني راهو حتى احنا نحمدوا ربي العباد بذيعتنا هي ما قص الخبز يزيد قص الخبز واضح لقيناها كحل الحال يعطيكم الصحة الناس الكل وكانت هذه تور دو تابل بالنسبة لليوم تور دو تابل